فالدول كما تبنى بالتضحيات والعلم والعمل تبنى بالقيم والأخلاق أيضا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وهنا نقول للقاصي والداني: نعمل على ترسيخ هذه القيم على كل المستويات، الفردية والمؤسسية والأسرية وعلى الدولة. فمصر لا تمارس إلا السياسة النظيفة التي لا تخون ولا تغدر ولا تتآمر ولا تمكر، موقنين أن الحضارات والدول التي لا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها ومآلها إلى السقوط والخذلان. وهنا نوجه رسالة لأي ممن يدعمون الإرهاب أو يقومون بدعمه أو تمويله: هذه خيانة لله ورسوله، وهذه محادة لله ورسوله، ومخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. وكما أن الخائن نهايته إلى الخذلان، فإن هذا المنطق ينطبق على الدول كما ينطبق على الأفراد. والذين يدعمون الإرهاب وينفقون أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة. والإرهاب لا دين له ولا قيم له ولا وفاء له، بل سيرتد إن آجلا أو عاجلا على من يصنعه ويموله ويأويه. الدول العظيمة لا تبنى بالخيانات ولا بالتآمر ولا بدعم الإرهاب ولا بولاءات أعداء الدول الأمم، إنما تبنى بالقيم وبالشهامة وبالرجولة وبالكلمة. ونؤكد أن أي دولة تخلت عن القيم سقطت وكان مآلها إلى السقوط والخذلان، وهذا أشبه ما يكون بالسنن الكونية. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.